الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी। मस्जिद निमरा उन्होंने खोल दी, अभी थोड़ी देर पहले खोली है, पहले बंद थी। उन्होंने बोला था कि नहीं, मस्जिद निमरा नहीं खोलेंगे, तो फिर अभी परमिशन मिली है अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले और खुली है। और
چند ہی منٹوں میں اللہ کے کرم و فضل سے فل ہو گئی ہے ابھی مسجد نمرہ. تقریباً ایک گھنٹے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ حج کا. تو حج کے خطبے کے بعد پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے اکٹھی, دونوں اکٹھی نمازیں ہوں گے. اور اس کے بعد پھر طلوع مطلب غروب آفتاب تک دعاؤں کا ٹائم ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری بھی دعائیں قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے بولا ہے ان سب کی اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائے.